ونروح بقى دلوقتي مع حضراتكم على مقر جريدة اليوم السابع، حيث عروستنا الحلوة أحدث عروسة في قناة النادي الأهلي زميلة العزيزة نورهان طمان اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع. والجدير بذكر أن هيكون لها لقاء مع الأستاذ رامي عبد الحميد الصحفي بجريدة اليوم السابع. صباح الفل عليك يا عروسة، أهلا بيك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت من مقر جريدة اليوم السابع، بس على فكرة كريم من ابراهيم احدث مني في يعني قسم المراسلين كعروسة. يبقى كده منا تاخد اللقب. مقر جريدة اليوم السابع هنطلعكم على صحيح صحيح. مبروك لمنا برضه. اتفضلي. على فكره من ضمن المانشيتات اللي لفتت على ابرز للنظر المانشيت اللي بيتكلم عن ترشيح محمد الشناوي كاحسن حارس مرمى في العالم، وده خبر طبعا يهمنا كلنا. اتفضلي. ده فعلا يا كريم اول خبر معانا من جريده اليوم السابع، وزي ما نوهت معانا الناقد الرياضي بجريده اليوم السابع الاستاذ رامي عبد الحميد للتعليق على اخبارنا. واول خبر معانا من اليوم السابع: الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء يرشح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم. ومن جريدة الشروق مانشيت: كيروش يرسل قائمة المنتخب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 25 ديسمبر المقبل. ومن جريدة الشرق الأوسط: دي ماريا ينقذ باريس سان جيرمان من السقوط أمام ليل في الدوري الفرنسي. واخر اخبارنا: جوارديولا يسقط في المئويه الثانيه. طبعا للتعليق على اخبارنا معانا الناقد الرياضي بجريده اليوم السابع استاذ رامي عبد الحميد، بنرحب بيك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. صباح الخير، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين في قناه النادي الاهلي. خبر بقى وجود حارسنا الدولي محمد الشناوي في قائمه الافضل في العالم، شفته ازاي؟ طبعا محمد الشناوي يمكن يعني بيمر بافضل مراحل حياته، سواء في مشاركه في يعني كاس العالم، مشاركه دوره الالعاب الاولمبيه مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. الحقيقه يعني هو قدم مستويات عظيمه خلال السنوات الماضيه، اهلته ان هو يكون بيشارك او بينافس على جوائز كتيره. اعتقد يعني ترشيحه للجائزه دي فخر للنادي الاهلي، فخر لمصر كلها. ان شاء الله ربنا يعني وفقوا، لان طبعا المنافسه مش سهله، منافسه قويه جدا، في حراس كبار في العالم، محمد الشناوي طبعا مش اقل منهم، ولكن هي منافسه قويه. ان شاء الله يعني ربنا يكتب له التوفيق ويعني يحقق له امنيه. اعتقد دي هتبقى نقله كبيره جدا في حياه محمد الشناوي. يعني خلينا ننوه طبعا ان نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونخ هو اخر حارس حاصل على هذه الجائزه، يمكن اسم محمد الشناوي جنب هؤلاء العمالقه اكيد شيء يدعو للفخر. من بقى جريدة الشروق معانا تاني يعني مانشيت يا رامي: كيروش بيرسل قائمة المنتخب المشاركة في كأس الأمم 25 سنة. ملامح القائمة أنت شايفها إزاي؟ هو طبعا يعني مستر كروش والجهاز الفني المعاون اعتقد ان هو حط يعني ايده على اكتر من لاعب، والقوام الرئيسي والاساسي لمنتخبنا في المباراتين اللي فاتوا او التجمع اللي فات، اعتقد مش هتخرج عن المجموعه اللي كانت موجوده في مباراتين انجولا والجابون، باستثناء طبعا ادخال بعض اللاعبين اللي ممكن تالقوا في الدوري على مدار المباراه الماضيه. لكن هو مؤكد طبعا حط القوام الرئيسي والاساسي بالنسبه لمنتخب مصر، مش هيخرج عن المجموعه اللي موجوده. هينتظر طبعا محمد الشناوي موقفه ايه من الاصابه، لان محمد الشناوي من اللعيبه المهمه جدا بالنسبه لمنتخب مصر وبالنسبه لحراس مرمى منتخب مصر. اعتقد برضو ان في خط الدفاع وفي خط الوسط وفي خط الهجوم الامور محسومه، ويمكن هيبقى فيها تعديلات بسيطه جدا على حسب ما يعني يتراءى لي او يتراءى الجهاز الفني، وكمان الظروف المحيطه اللي هتبقى للفرق او للاعبين في خلال الفتره اللي جايه. احنا عارفين هل ممكن نشوف قفشه ومحمد شريف مره اخرى؟ مؤكد طبعا محمد شريف وقفشه هم مش مستبعدين من المنتخب بصفه نهائيه. لا يعني هو الراجل او الجهاز الفني شافوا ان الفتره اللي فاتت محمد شريف وقفشه محتاجين نوع من الراحه شويه. يمكن محمد قفشه تالق في مع النادي الاهلي في مبارياته اللي فاتت، وان شاء الله عنده النهارده في مباراه للنادي الاهلي برضو، اعتقد ان هيبقى ليهم دور. محمد شريف طبعا كان برضو تلاحم المواسم وعنده شارك مع منتخب في اكثر من لقاء ومع النادي الاهلي، اعتقد ان هم
هم هيبقى ليهم فرصه وهيبقى ليهم تواجد، لان هم الاثنين عناصر لا غنى عنها في منتخب مصر. والنادي الاهلي ومنتخب مصر يعلم تماما يعني قيمه وامكانيات قفشه ومحمد شريف، اعتقد ان هم هيبقوا موجودين يعني ان شاء الله. طيب المنشط الثالث معانا من الشرق الاوسط، دي ماريا ينقذ باريس سان جيرمان من السقوط امام ليل في الدوري الفرنسي. دي ماريا يعني لاعب متواجد في صفوف باريس سان جيرمان، مش قادم في الصفقات اللي احنا يمكن شفناها وكان ابرزها واهمها ليونيل ميسي. فين ميسي من كل اللي احنا بنشوفه مع باريس سان جيرمان؟ هو الحقيقه باريس سان جيرمان حتى الان هو لغز شويه في الدوري الفرنسي، النتائج مش متعود عليها جمهور باريس سان جيرمان ومحب باريس سان جيرمان، خصوصا بعد انتقال ليونيل ميسي. يمكن في مرحله انسجام، مرحله تاقلم ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني لسه متواجده، لكن حتى الان باريس سان جيرمان لم يقنع الناس او لم يقنع محبيه في مستواه، سواء على الدوري الفرنسي او سواء على دوري الابطال. فاعتقد ان لسه في مرحله ممكن يكون فيها شغل من بوتشينو طبعا المدير الفني مع اللاعبين، نشوف باريس سان جيرمان افضل من كده، افضل يعني هنبقى حابين ان باريس سان جيرمان يظهر بشكل كويس، خصوصا مجموعه اللعيبه المهره واللي عندهم قدرات خاصه في باريس سان جيرمان. طيب اخر خبر معانا، جوارديولا يسقط في المئويه الثانيه. طبعا كريستال بالاس كان المباراه رقم 200 لجوارديولا، ودي اعتبرها البعض المئويه الثانيه لجوارديولا في يعني الدوري الانجليزي، بيسقط بهدفين دون رد. جوارديولا ويورجن كلوب بقوا اشبه بميسي ورونالدو في التنافس، هل بتوافق على ده؟ طبعا مانشستر سيتي منافس قوي في الدوري الانجليزي ومنافس قوي ليفربول وتشيلسي، هو يمكن الترتيب حاليا هو تشيلسي ليفربول مانشستر سيتي على الرغم من الخساره امبارح، ولكن يعني خساره مانشستر سيتي هتدي نوع من الدافع المعنوي الاكبر بالنسبه لليفربول وتشيلسي في الفتره اللي جايه. مانشستر سيتي بيمر بمرحله فيها انعدام وزن شويه على المستوى الفني، على مستوى اللاعبين، في نوع من شعور بعض الناس او داخل الفريق ان هم مش واخدين حقهم الكامل في الفريق. فاعتقد ان ده على جوارديولا ان هو يحاول يرتب الاوراق من جديد بالنسبه لمانشستر سيتي عشان يقدر ان هو ينافس على اللقب، خصوصا ان المنافسه مش سهله المره دي زي مواسم سابقه، منافسه قويه جدا، تشيلسي بشكل قوي، مانشستر يونايتد بشكل قوي، ليفربول طبعا، فمنافسه مش سهله على مانشستر سيتي. زي ما انت قلتي المنافسه ما بين جوارديولا ويورجن كلوب، طبعا هم اهم اثنين مدربين دلوقتي في الدوري الانجليزي وعلى مستوى العالم حتى يعني، فالمنافسه بينهم قويه جدا ويعتبروا هم المصنفين الافضل في العالم على مستوى تدريبي. نتمنى ان شاء الله التوفيق بالنسبه لليفربول عشان طبعا نجمنا محمد صلاح، وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله. طيب يعني احنا حتى بنشوف انه جوارديولا بيقدم كوره مختلفه، هل ليه ما شفناش في الصحف او ليه ما شفناش في التقارير الصحفيه طرح اسمه للعوده مره اخرى لقياده برشلونه، وعوده لطبعا للانتصارات كانت عظيمه جدا تحت قياده بيب جوارديولا والتيكي تاكا المشهوره، ليه بيب جوارديولا بعيد عن قياده برشلونه مره اخرى؟ يمكن ده عشان خاطر هو جوارديولا قفل صفحه برشلونه في الفتره بعد ما ساب برشلونه، ويمكن كمان في اسباب تانية كتيره جدا داخل برشلونه حاليا مش مهيئه بالنسبه لجوارديولا ان هو يقود الفريق. الحقيقه الفريق بيمر بمرحله صعبه جدا ومشاكل كتيره جدا جوه الفريق، ومشاكل ماليه ومشاكل فنيه، فاعتقد ان جوارديولا ان هو يفكر في برشلونة اعتقد دلوقتي صعب جدا، خصوصا مفيش عناصر تقدر تساعده ان هو يعيد تاني امجاد برشلونة في عهده، محتاج ان يكون في مجموعة عناصر قوية زي ما كان موجود قبل كده ممكن ساعتها، لكن اعتقد ان هو حاليا مركز مع مانشستر سيتي ومركز اكتر في الدوري الانجليزي، لان هو بيعتبر ان الدوري الانجليزي هو الدوري الاقوى حاليا والدوري الاهم في العالم يعني. شكرا لك رامي، وشكرا على معلوماتك على شاشة قناة الاهلي معنا برا. جدا شكرا، صباح الخير. ودي يا كريم كانت ابرز منشطات الصحف العالميه وتعليق الناقد الرياضي رامي عبد الحميد عليها، شكرا لكم وعوده الى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه نورهان طمان، وطبعا تحياتنا لضيفك اللي كان منورنا الاستاذ رامي عبد الحميد الصحفي بجريده اليوم السابع.